الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وجمهور النادي الأهلي، حلقة جديدة من برنامجكم ألعاب الصلاة. النهاردة في أول الحلقة قبل ما نبدأ الحلقة وقبل ما نروح لأخبارنا، هنتكلم إن بدأ العد التنازلي خلاص لأولمبياد طوكيو، ودي أعظم محفل رياضي لأي رياضي في العالم يقدر يلعب فيه. حاجة مهمة في تاريخ الرياضي إن يتكتب إن هو لعب داخل الأولمبياد، لكن تخيلوا إن كمان ده لعب وكمان يكسب. يكسب ويحقق ميدالية بيتكتب في تاريخ الألعاب الأولمبية. وأكيد اللعيبة، في لعيبة مصريين كتيرة على مدار التاريخ اتحطوا جوه تاريخ الألعاب الأولمبية بأسمائهم بسبب نتائج وبسبب الفوز بميداليات كتيرة جدا في الأولمبياد. لكن الأولمبياد اللي جاية شكلها مختلف تماما، لأن بعثة مصر بعثة كبيرة، عندنا آمال كبيرة جدا وطموحات. كرة القدم، كرة اليد، الألعاب الفردية، عندنا طموحات مع كل اللاعبين او نجومنا اللي مسافرين رايحين الاولمبياد. عايزين نقول لهم حاجه مهمه جدا، وانت بتتمرن صدقوني لازم تحط قدام عينيك مصر. مصر اللي كتير مستنيينكم وكتير عايزينكم تكسبوا، وكتير هيكونوا فرحانين جدا 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 بكل ابطالنا الالعاب الفرديه، فريده عثمان مثلا او علي خلف الله سباحه، وعندنا نجوم كبار كتار، هدايا ملاك واكتر واكتر واكتر. نتمنى ليهم بإذن الله التوفيق، الإصرار، العزيمة، التدريب الشاق الجاد، صدقوني هتحققوا. عندنا نجمنا الكبير إيهاب عبد الرحمن اتفك خلاص وبدأ يتمرن وهيروح في حتة تانية. صدقوني أبطالنا اللي طالعين أو الموجودين على الساحة دلوقتي الرياضية، أعتقد إن الدورة الأولمبية اللي جاية طوكيو 2020 هتكون حاجة مختلفة بالنسبة لمصر، لأن كل واحد بتسأله بيتمرن بتخرج يقول لك ما بخرجش، مركز تماما داخل التدريب. التركيز صدقوني، التركيز داخل التدريبات بتاعتكم هتوصلكم للحلم، الحلم اللي انت مستنيه كلاعب، لكن كمان اللي كل بلدنا مستنياه. يا رب باذن الله تكون الرساله وصلت، وان شاء الله باذن الله هنحط الضوء في المرحله اللي جايه على كل نجومنا اللي مسافرين الاولمبياد، طريقه استعدادهم، اماكن الاستعداد بتاعتهم، هيروحوا ازاي لغايه الاولمبياد، هنكون معاهم خطوه بخطوه باذن الله، نكون معاهم كمان لغايه ما يتواجدوا باي ميداليه من الميداليات في طوكيو 2020. بكده نبدا اخبارنا. اخبارنا النهارده نروح مع كره السله واخبار النادي الاهلي. كره السله، كره السله في النادي الاهلي، كره السله في النادي الاهلي الرجال بيستعد للدوري او نهائيات الدوري عن طريق مباراه مع المنتخب السعودي، مباراه وديه مع منتخب السعوديه. المباراة هتتلعب في نادي الشرقية للدخان، لأن صالة النادي الأهلي بس اليومين دول لسه فيها إصلاحات وتغيير أرضيات. وكابتن أشرف بيحاول يجهز كل اللعيبة عشان يطمئن على جاهزيتهم للماتشات اللي جاية، لأن الماتشات اللي جاية ماتشات مهمة. أنا أصلها ثلاث مباريات في الدوري أو دوري ترتيبي من دوري السوبر. سموحة للاتحاد السكندري، مصر للتأمين. الأهلي هيلاعب سموحة 9 وهنلاعب الاتحاد السكندري ب 12، واخر مباراه هتكون 16 فبراير مع مصر التامين. الدوري متوقف بسبب كان سفر نادي الاتحاد السكندري الى بطوله دبي الدوليه، لكن خرج من الدور التمهيدي فرجعنا ويرجع الدوري مره ثانيه، والاهلي في قمه الترتيب ب 20 نقطه. هنسيب كره السله ونخلينا مع كره اليد سيدات. كره اليد سيدات والدوري يقترب من المحطه الاخيره. النادي الاهلي يفوز في المرحله الثانيه على نادي الجزيره بنتيجه 38-21. كانت مباراه قويه بالنسبه للنادي الاهلي. المباريات اللي جايه بالنسبه للاعبات النادي الاهلي مباريات كلها قويه جدا، لان كل الناس طمعانه ان هي تكسب هذا الدوري، اللي برضو احنا بنحاول نحافظ على حفاظا على لقب بطوله دوري السيدات. المباراه اتلعبت في صاله بيت عقبه امبارح بدون جمهور، وده الفوز الثاني على التوالي. كان الفوز الاول على 31-20 على نادي المعادي، والمباراه الجايه هنلعب مع نادي سموحه بصاله اتحاد الشرطه. هنسيب كره اليد سيدات ونستكمل مع كره اليد رجال. ودايما لما اجيب سيره كره اليد الرجال كل الجمهور بيكون متابع لكره اليد الرجال. كره اليد الرجال استعدت خلاص، المنتخب المصري كسب بطوله افريقيا في تونس، اتلم الشمل مره ثانيه داخل ارض النادي الاهلي، اللعيبه اتجمعت. الحاجه الوحيده اللي مزعلانا ان كابتن اسلام حسن هو المصاب، او مصاب قبل على طول تصفيات افريقيا، واصابه قويه هتقعده كمان لغايه تقريبا شهر 3 أو 4، لكن الصفوف مكتمله. هنلعب بكره نادي الاولمبي في دوري المحترفين، دي مرحلة جديدة
نتمنى التوفيق ليهم، لان المباريات اللي جايه مباريات مهمه جدا. انا عارف ناس كتيره بتقول ان الدوري راح، لكن احنا في النادي الاهلي هنفضل لاخر نفس نلعب، لان هي دي اللي اتعلمناها داخل النادي الاهلي. الدوري بيخلص مع صفاره النهايه، ولسه عندنا كاس مصر وعندنا كاس افريقيا كمان. ان شاء الله باذن الله الفرقة كره اليد تستعيد مره اخرى تالقها وبرخها باذن الله في المرحله اللي جايه. اكيد كمان انضمام يوسف معرف واللعيبه الدوليين كمان، واسكندر زايد اكيد اضافه قويه جدا، كان معانا الحلقه اللي فاتت واتكلمنا معاه في حاجات كتيره، وهو اكيد عارف ايه المسؤوليه اللي جايه عليه او تقع عليه، وكل اللعيبه متاكد ان هم حاسين بالمسؤوليه، وان شاء الله يفرحوا جمهور النادي الاهلي في المرحله اللي جايه باذن الله. الاهلي في معاه 17 بونت والمركز الثاني. نسيب كره اليد ونروح لكره الطايره رجال. كره الطايره رجال، الاهلي بيستعد لطنطا في دوري الكره الطايره، بيلعب مباراه. الاهلي ان شاء الله هيلعب المباراه يوم الجمعه الجايه الساعه 6 مساء باذن الله في نادي طنطا بالغربيه، خارج ملعب النادي الاهلي. مباراة اكيد احتفاليه كبيره جدا، النادي الاهلي بيروح يلعب في طنطا، واكيد نادي طنطا نادي من الانديه المحترمه جدا في الدوري. الاهلي كان كسب اخر ماتشاته في على نادي طليعه الجيش 3-1. الاهلي له مباراه مؤجله مع نادي سبورتنج، وجدول الترتيب العام النادي الاهلي في المركز التالي. ليه الناس هتسال؟ لان الاهلي ليه مباراه مؤجله، ليه 27 نقطه، لكن اذا فاز يعود مره اخرى الى صداره الترتيب. الاهلي عنده السنه دي فعلا، صدقوني انا بتكلم بامانه، شيء اللعيبه عليها ضغط كبير جدا من بطولة أفريقية اتلعبت، بعد كده كاس عالم، بعد كده تاني تصفيات أولمبية، والنهاردة بنطالب اللاعبين فعلا لأن هم مصدر فرحتنا، وأكيد لاعبتنا ملوك الصلاة والذهب في كرة الطايرة، بنطالبهم بالبطولات اللي جاية. عندهم لسه بطولة عربية، ثم كاس مصر، ثم بطولة الدوري، وكمان بطولة أفريقيا للأندية. نتمنى لهم بإذن الله 7 بطولات في السنة، سيزون كبير، لكن احنا عندنا لعيبة كبار على قدر المسؤولية. هنسيب الكرة الطايرة ونروح لكريم عبد الجواد، نجمنا الكبير في الاسكواش. نجمنا الكبير بيفوز ببطولة ايدنبرج للسكواش، بيحتفظ بالمركز الاول، بيفوز في النهايه على جريجي لوبان بنتيجه 3-0. البطوله اتلعبت من 29 يناير لحد 3 فبراير، والاشواط بنتيجتها 11-8، 11-8 و11-4. كريم في التصنيف في الرابع زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، في التصنيف الرابع على المستوى العالمي، واعتقد ان البطوله دي هتقدمه لمراكز مختلفه في التصنيف الجديد باذن الله اللي بينزل كل اول شهر. نروح لخبر تاني مع العاب فرديه وميار ورانا شريف، نجمتنا في التنس بيقودوا منتخب مصر للفوز على فنلندا في بطوله فيد المقامه في فنلندا. البطولة كسبنا منتخب البرتغال 2-1، ودي كانت أول ماتشات المجموعة. البطولة بتتلعب من 4 إلى 7 فبراير. منتخبنا النهاردة هيلعب بالليل مع فنلندا في وسط ملعبهم ووسط جماهيرهم، وباقي له مباراة بكرة مع منتخب الدنمارك. منتخب بيضم بين صفوفه ميار ورانا شريف من النادي الأهلي، وكمان ساندرا سمير لميس الحسيني مي القماش، وبيدرب كابتن ضياء نبيل. بكده خلصت أخبار النادي الأهلي، هنروح للأخبار المحلية. الدكتور أشرف صبحي بيكرم 13 شخصية رياضية في مصر، 13 شخصية رياضية متميزة في مصر، حاجة مهمة جدا راضي يتكرم من وزير الشباب والرياضة. حاجة جديدة اتعملت داخل وزارة الشباب والرياضة، أن يحصل تكريم ل 13 شخصية رياضية متميزة في احتفالية بتسمى بتكريم سفراء الأخلاق الرياضية. تكريم سفراء الأخلاق الرياضية. نتائج الاستفتاء، حصل استفتاء جماهيري كبير جدا على موقع بوابة مصر للشباب والرياضة. اخترنا 13، اختاروا كل الناس، اختارت 13 نجم زي ما احنا شايفين قدامنا في الشاشة. كرة القدم اختار حازم إمام، محمد صلاح، ووليد سليمان. في الاسكواش نور الشربيني، رنيم الوليلي. أما في السباحة البطلتنا الكبيرة فريد عثمان. كرة اليد لاعب أحمد الأحمر، والتجديف داريم محمود، وكابتن محمد علي رشوان نجمنا الكبير في الجودو. عن الجودو هدايا ملاك تايكوندو، ابراهيم حمدتو التنس طاوله، وشريف عثمان في رفع الاثقال، وعمر حسام في الخماسي الحديث. اكد الوزير ان دي مبادره كبيره جدا من ضمن مبادرات تتبناها وزاره الشباب والرياضه في المرحله اللي جايه، عشان تقدر تطلع نجومنا الكبار المتواجدين داخل الرياضه للمجتمع المصري، عشان يبقى في امثله قدام الناس. اللي بيتعب وبيطلع بيبقى نجم، بالناس بتكرمه وبتكون حاجه جميله جدا 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 لحياه الرياضي. هنكمل اخبارنا المحليه، والمهندس شريف العريان
بيمضي على الحائط، حائط اللي معد يعني خصيصا في العالم، حائط اللجنة الأولمبية الدولية. الحائط ده نجوم العالم كلها بتروح هناك. راح المهندس شريف العريان، كان عنده دورة لجنة فنية تابعة للخماسي الحديث في فرانكفورت، بس كمل لسويسرا ونزل على لوزان وبدأ في احتفالية كمان 125 سنة. دي احتفالية 125 سنة على اللجنة الأولمبية الدولية. الراجل راح خصيصا هناك ومضى على هذا الحائط، الحائط اللي كل الناس، حائط زجاجي، كل الناس ومشاهير العالم دايما بتعدي وتحاول تمضي لان حاجه للتاريخ، دي حقيقه. وكمان كان في حضور توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه، وكلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وجول بوزو رئيس الاتحاد الاولمبي العالمي. هنستمر مع اخبارنا المحليه وكابتن ماهر حمزه المدير الفني للمنتخبات القوميه لسلاح الشيش، بيؤكد ويقول ان احنا عندنا ابطال قادمين وبقوه في المرحله الجايه في طوكيو 2020. اكد ماهر حمزه ان منتخبي سلاح الشيش وسلاح المبارزه حسابيا تاهلوا للاولمبياد. يعني ايه حسابيا؟ حسابيا ان هم خلاص داخل المراكز، التاهيل لطوكيو بيكون في اول 14 مركز، تصنيف 14 مركز. مصر بتاتي في المركز العاشر في فريق سلاح الشيش، اما سلاح السيف في المركز الثامن. وكمان اكد ان فريق انسات سلاح الشيش كمان هم بنسبه كبيره هيتاهلوا باذن الله، بس هيتم التاكيد ده بعد بطوله العالم المقبله. وقال ان وزاره الشباب والرياضه لا تبخل على الاتحاد ولا الجهاز الفني في اي شيء من دعم مادي او دعم اعلامي. اكيد كلنا بندعم منتخباتنا وبندعم لاعبتنا اللي مسافرين ان شاء الله الى طوكيو، عشان فعلا لازم يكون في نتائج هناك مشرفه لمصر، لان مصر كبيره باولادها باذن الله. بطولة مهمة جدا على أرض مصر، بطولة بتنشط السياحة، بطولة كبيرة على أرض مصر، 64 لاعبة على أرض مصر في بطولة زد للسيدات الأولى من نوعها هتتعمل السنة دي على أرض مصر. البطولة من 10 ل 16 فبراير بحضور نجمات التنس في العالم. دي بطولة مهمة جدا هتقام بإذن الله. وكمان البطولة دي كل مصنفات العالم تقريبا على التصنيف العالمي متواجدين فيها. البطولة هيشارك فيها 25 دولة، منهم أهمهم ألمانيا وفرنسا، بلجيكا، كرواتيا. البطولة دي هتشارك أكيد نجمتنا الكبيرة ميار شريف، بطلة أفريقيا والمتأهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وهي المصنفة 163 على العالم. لكن هي ده أهم 193 على العالم، وهي أهم حاجة ليها أو أهم تأهيل في المرحلة دي لطوكيو 2020، تواجدها داخل نجمات أو داخل مع نجمات التنس في العالم. منتخبنا في الجودو بيطير الى باريس لبطوله المشاركه في بطوله الجراند سلام، بطوله مهمه، بطوله لمنتخب الجودو. اكيد منتخب الجودو تاريخه كبير في البطولات العالميه، هيسافر الى فرنسا ان شاء الله، وكمان هيعمل معسكر. كل ده عشان بطوله بتكون من البطولات المؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه. هنقعد من 16 ل 19 هناك، واللاعبين بيرأس البعثه اسماعيل المستشار اسماعيل حفيظ عضو مجلس اداره اتحاد الجودو، وتضم 12 لاعب ولاعبه وجهاز فني. اللاعبون هم محمد عبد الموجود واحمد علي على وزن 66 كيلوغرام، ومحمد محي وعلي عيد وزن 73 كيلوغرام، ومحمد علي عبد العال وعبد الرحمن محمد وزن 81، وعلي حازم وحاتم عبد الاخر وزن 90 جرام، واحمد وحيد وزن 100، ومعاهم كمان مدير فني السيد ابو ميدان، ومديرا اداريا المقدم احمد صابر. بكده خلصنا اخبارنا المحليه، هنروح لاخبارنا العالميه. رسميا تاهل لبطوله العالم في مصر كرة اليد 2021 18 منتخب رسميا. البطولة دي هتكون بطولة، أول بطولة في تاريخ بطولات العالم في كرة اليد، 32 منتخب بيكونوا متواجدين على أرض مصر. بطولة مهمة، بطولة قوية. عايزين نقول إن بعد التصفيات أو البطولات الأفريقية أو البطولات القارية، أفريقيا وأوروبا وبني أمريكا وصل وآسيا في نفس الوقت، وصل 18 منتخب رسميا. اتنين متأهلين بسبب دولة مضيفة مصر والدنمارك بطل العالم في النسخة الأخيرة، وكمان اتأهلوا من أفريقيا ست منتخبات لأول مرة في تاريخها، ست منتخبات. بس في مفاجأة جوه أفريقيا، إن كاف فيردي أول مرة تلعب بطولة أفريقيا
واول مره تتاهل لكاس عالم في نفس السنه، طالعه خامس لكن هي اتاهلت رسميا لكاس العالم. اعتقد ان كاب فيردي هيكون ليها في المرحله الجايه داخل البطولات الافريقيه لكره اليد حاجه مهمه جدا. من افريقيا اتاهلت تونس والجزائر وانجولا والراس الاخضر والمغرب والكونغو الديمقراطيه، وامريكا الجنوبيه اتاهلت منها الارجنتين البرازيل واورجواي، اوروبا اتاهلت منها اسبانيا كرواتيا النرويج، اسيا قطر كوريا الجنوبيه اليابان البحرين. بكده ناقص لنا لسه 14 منتخب كلهم هيروحوا عن طريق التصفيات ما عدا منتخبين بس هيروحوا بيولو كارد من الاتحاد الدولي لكره اليد. هنستمر مع اخبارنا المحليه وخبر اللي كنت بتكلم عليه وبقول الاصرار والتحدي والعزيمه لعبتنا سيرينا ويليام بتكسر كل حاجه، بتستمر في الملاعب ل 38 سنه ولسه مستمر عشان تحقق البطوله رقم 24. عندها حلم هي بتشتغل عليه، عندها حلم بتجري وراه، هتفضل تستمر في نجاحاتها لغايه ما تحقق البطوله 24. مدربها باتريك مراد اوجلو اتكلم عن تراجع اداء المصنفه الاولى عالميا سابقا سيرينا ويليام، وقال ان هي بتحتاج لاعاده تفكير في اسلوب لعبها. تخيلوا لو هي 38 سنه، مدربها بيقول بتحتاج اعاده تفكير في اسلوب لعبها والاعتماد على اسلوب جديد في البطولات الاربعه. كان نفسها تحصد الرقم 24 او البطوله 24 على مستوى البطولات الكبرى عشان تعادل الرقم القياسي للاسطوريه مارجريت كورت عشان تقدر تحط اسمها في التاريخ. لكن انا متاكد اللي انا شايفه من التاريخ ده هي عايز تعمل ال 24 وال 25 عشان تبقى رقم واحد في تاريخ التنس للسيدات. واضاف كمان ان السيرينا لازم تتعامل مع الواقع وتواجه الواقع ده، لكن هي عندها روح ايجابيه، قال برضه عندها روح ايجابيه بتخليها واثقه دايما من النجاح. الكلمه دي كلمه مهمه في حياه الرياضي، ان هي عندها روح ايجابيه واثقه من النجاح. لسه حلمها ما خلصش، لسه على ارض الواقع بتستمر وكمان بتتمرن وكمان هتعيد تفكيرها عشان تكسب بطوله 24. تخيلوا 38 سنه محققه 23 بطوله كبيره جدا في ملاعب التنس، وكمان لسه عايزه تستمر وتكسب ال 24. هي دي حياه الرياضي، وهي دي بجد عنوان مهم جدا للرياضيين، الروح الايجابيه والاستمرار في النجاح والاستمرار ورا الطموح هو اللي بيحقق النتيجه. نتمنى لها التوفيق لان هتكون حاجه جميله جدا ان تقدر تحقق البطوله ال 24 وال 25 في حياه الرياضيين بصفه عامه. هنسيب سيرينا ويليامز ونطلع لليابان وطوكيو افتتاح صالة الكرة الطايرة، لعبة الكرة الطايرة فتحوا الصالة بتاعتها أريك أرينا. رياك أرينا الصالة وهي قدامنا، اتفتحت الصالة دي خلاص، الصالة دي بتتسع ل 15,000 متفرج، 15,000 متفرج، وهتستضيف 24 منتخب 12 رجال و12 للسيدات. اليابان راعت حاجة مهمة جدا في بناء الصالة دي. إيه هي؟ استخدام المواد الصديقة للبيئة. ورعت في التصميم تخفيف الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية والتبريد، ده اللي خلاها اسمها صالة صديقة للبيئة، صالة صديقة للبيئة. ودي حاجة مهمة، بس هم بيفكروا يعني بره الصندوق دايما. الصالة دي أول ما يخلص الأولمبياد بعد سنة هتتفتح تاني. يعني إيه هتتفتح تاني؟ هتتغير لحاجة مختلفة تماما. هتتغير لتبقى مركز جديد للترفيه والرياضة والثقافة لمدينة طوكيو. تخيلوا بعد ما يخلص الأولمبياد هيجهزوها أو بيعدوها إن هي تروح في حاجة تانية خالص، خلاص الصالة خلص دورها، خلص وقتها، خلص الكلام، لكن تمشي من الرياضة تروح للثقافة. هو ده التخطيط الجيد، ده تخطيط جيد جدا، لأن حجم الفلوس اللي بتتصرف على هذه الصالات حجم عالي جدا. عشان تدر دخل مرة تانية لليابان أكيد بتنقل بشكل مختلف لحاجة مختلفة. نتمنى التفكير ده يكون متواجد في العالم العربي بصفة عامة، لأن فعلا دي حاجة مهمة، إن الصالات كتر الصالات المقفولة، ودي حاجة مهمة جدا بقول المقفولة، ده شيء أكيد مش هيبقى كويس، لكن لو فتحنا قدرنا نقدر نشتغل على هذه الصالات بشكل مختلف من الرياضة إلى الثقافة إلى الحفلات، دي حاجة مهمة جدا بتدر دخل كويس جدا على جميع المستويات. نكمل مع أخبارنا الرياضية أو الأخبار العالمية، والصين بتنسحب من الاتحاد الدولي لكرة اليد أو تنسحب من المشاركة في البطولة اللي جاية المؤهلة لطوكيو، تنسحب رسميا من البطولة المؤهلة لطوكيو 2020 بسبب مرض الكورونا. خلاص بدأت تخش على الموضوع على الرياضة بالجد. مرض الكورونا بدأ يخلي الصين تغير تفكيرها. الرياضيين عندهم فيها مشكلة بدأت تغير التفكير إن هي كمان تنسحب من البطولات.
عشان ما تضرش. البطوله دي كانت هتقام، التصفيات دي كانت مقرر ليها 22 مارس في بودابست، كان المجموعه المفروض المجر وروسيا وصربيا، وده عشان مقعدين منهم او منتخبين هيسافروا الى الاولمبياد، لكن هي اكدت الانسحاب، وفي نفس الوقت كازاخستان هتشارك مكانها. نكمل مع التنس، نروح للتنس وخبر عن التنس والتصنيف العالمي للتنس نزل ب 10 ابطال ونجوم كبار جدا، لكن ديكو فيتش بيحتل المركز الاول رسميا، بيستعيد الصداره لسنه من اللعب والتعب والاجتهاد على نفسه، استعاد مره اخرى الصداره، استعاد مره اخرى الصداره من نادال، كان اخر مره نوفمبر اللي فات كان في المركز الاول في التصنيف، لكن هو استعاد مره اخرى في بطوله استراليا المفتوحه بعد ما كسب رافائيل نادال في الفاينل، وده اكيد حاجه من اكبر بطولات العالم في الجراند سلام، والنجم السويسري المخضرم فيدرر استمر في المركز الثالث. لو شفنا التصنيف دلوقتي نزل اول 10 قدامنا، رقم 1 ديكو فيتش، رقم 2 رافائيل نادال، رقم 3 فيدرر، رقم 4 دومينيك، رقم 5 دانييل ميديفيد، رقم 6 استيفانوس سيتسيباس، رقم 7 ألكسندر زيفاريس، رقم 8 ماتيو بيريتيني، رقم 9 جيل مونفيس، رقم 10 ديفيد جوفن. بكده نزل التصنيف، وزي ما احنا شايفين تاني ديكو فيتش بيستعيد مرة أخرى صدارة الترتيب العالمي. هنروح لخبر عن البلياردو ونجوم البلياردو ولعبة البلياردو سنوكر، برضو أكيد لازم نحط كل أخبارنا أو نلقي الضوء على جميع البطولات في العالم. بطولة مهمة جدا في إنجلترا بيشارك فيها كبار نجوم العالم في لعبة البلياردو سنوكر. البطولة دي جراند باركس بتقام في إنجلترا من الفترة من 3 ل 9 فبراير الحالي. البطولة دي مؤهلة لبطولة كورال كاب، والبطولة دي مجموع جوائزها 380 ألف دولار، 380 ألف دولار. المركز الأول 380 ألف يورو، المركز الأول 100 ألف يورو، والتاني 40، والدور قبل النهاية 20 ألف يورو. هننزل الاشتراك بس 5000 يورو، 5000 يورو. تخيل لك أن تخيلوا أن 5000 يورو اشتراك بس. أنا عايز أعرف لعيبة مصريين ما بتشتركش ليه؟ تجرب تحاول، أكيد عندنا لعيبة وكبار جدا يقدروا لو اكتسبوا خبرات يقدروا يجاروا في البطولات العالمية. لكن حصل مفاجآت كبيرة جدا في البطولة دي، فاز الإنجليزي توم فورد رقم 23 على حساب الإسكتلندي ستيفن ماجواير المصنف العاشر، وكمان الويلزي ماتيوس ستيفان المصنف رقم 31 على الإنجليزي شوان مارفي المصنف رقم 2 عالميا. أكيد نتمنى إن هم يشاركوا، أكيد نتمنى إن هم يكونوا متواجدين على الساحات، لأن أكيد البطولات الدولية بتولد خبرات كبيرة جدا في كل الألعاب. هنروح لآخر خبرين عندنا، وخبرين مهمين جدا. دايما الأرقام بتهم ناس كتيرة، والترتيب بتهم ناس كتيرة. الاتحاد الدولي لكرة السلة بينزل تصنيفه على موقع الاتحاد الدولي، بينزل تصنيفه. أكيد أمريكا بتحتل المركز الأول زي ما يطلع قدامنا في الشاشة، أمريكا بتحتل المركز الأول، وكمان أسبانيا المركز الثاني، وأستراليا المركز الثالث، لكن مصر بتيجي في الترتيب 58. مصر ترتيبها في العالم في كرة السلة 58. أول بلد أفريقية هي نيجيريا، ترتيبها 23، تيجي أنجولا في 32، لكن مصر بتيجي في المركز 58. نتمنى الأرقام دي تكون مع زي ما احنا قدامنا اهي في الشاشة. نتمنى ان مصر في المرحلة اللي جاية تهتم، اتحاد كرة السلة يهتم بهذه الأداء، أو تدي خبرات أكثر للعيبة المصريين وتديهم بطولات أكثر عشان يقدروا يحسنوا في الترتيب العام. لو سيبنا كرة السلة وهنروح للكرة الطايرة، كرة الطايرة كمان التصنيف نزل للكرة الطايرة، بس منتخب الطايرة بصراحة برغم خسارته وعدم دخوله الأولمبياد، لكن منتخب الطايرة في المركز ال 18 على مستوى العالم، بيسبقه بس المنتخب التونسي الشقيق في المركز ال 17، لكن البرازيل هنا بتحتل المركز الأول، وبولندا المركز الثاني، وأمريكا المركز الثالث زي ما احنا شايفين، روسيا الرابع، أرجنتين الخامس، فرنسا السادس، إيطاليا السابع، إيران الثامن، واليابان التاسع، وكندا العاشر،
ونكمل مع منتخبنا يوصل للمركز ال 18 منتخب مصر. نتمنى باذن الله لكل منتخباتنا وكل لاعبتنا المؤهلين في المرحله الجايه للاولمبياد ان هم يتمرنوا كويس جدا، واتمنى لهم التوفيق في المرحله الجايه. خلينا نخرج لفاصل عشان نستقبل نجمات كره السله تحت 18 سنه والفوز ببطوله منطقه القاهره. في فقرة الحوار وفقرة الفرحة مع نجمات كرة السلة وفريق كرة السلة ناشئات 18 سنة والفوز ببطولة منطقة القاهرة. ما شاء الله عليهم، فعلا كرة السلة ماشية في الطريق الصحيح من الناشئين والناشئات للدرجة الأولى، بإذن الله كمان يكون نجمتنا في المرحلة القادمة. لكن خلينا نرحب بك المدير الفني للفريق تحت 18 سنة كابتن محمود يونس، بنرحب بيك ونقول لك ألف يوم مبروك. الله يبارك في حضرتك كوتش، ربنا يخليكم، ألف شكر لاستضافتكم، سعيد ان انا موجود مع حضرتك. ده انا اسعد كتير. وخلونا نرحب بالنجمات بقى اللي بيتعبوا كتير جدا في ارض الملعب وخارج ارض الملعب، بيسيبوا حاجات كتيره جدا عشان يسعدوا جماهير النادي الاهلي. خلينا نرحب بنجمتنا كابتن منى اسامه النمر. مساء الخير يا كابتن منى. مساء النور، ازي حضرتك؟ الاسم الثلاثي كده صح؟ صح. دي بنت كابتن اسامه النمر نجمنا الكبير في كره السله والمدرب والمدير الفني، وهي عيله النمر عيله كبيره داخل النادي الاهلي في كره السله. ونرحب بنجمتنا هاجر علي. كابتن هاجر مساء الخير. مساء النور، الف يوم مبروك. احكي لي البطوله اللي فاتت عملتوا ايه، وبطوله صعبه جدا سمعت ان انتوا شفتوا فيها بطوله صعبه جدا في بطوله منطقه القاهره. مرتبطه ولا المرتبطه؟ لا احنا منطقه القاهره دلوقتي، انت ليه عايزه تجري بالمرتبط؟ خليها في منطقه القاهره. ماشي، هي كانت بطوله صعبه بس احنا كنا مجهزين لها كويس واتمرنا يعني كويس وتعبنا، وكابتن يونس والجهاز كله تعب معانا، وكنا داخلين اللي احنا عندنا تارجت اللي احنا ناخدها، والحمد لله يعني كسبنا والحمد لله. خلونا نخرج لتقرير عن فوز فوز فريق 18 سنه ناشئات لكره السله، وترجعوا لنا مره ثانيه. نجح ناشئات كرة السلة تحت 18 سنة بالنادي الأهلي بقيادة محمود يونس المدير الفني في التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة عقب الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة عريضة ألا وهي 54 نقطة مقابل 24 في اللقاء الذي أقيم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي. استطاع الشياطين الحمر الفوز على جميع منافسيهم خلال مشوار البطولة، البداية بالفوز على كل من القاهرة، مدينة نصر، وادي دجلة في الدور التمهيدي، قبل أن يفوز أبناء القلعة الحمراء على طيران ذهابا وعودة في قبل النهائي. أما الدور النهائي ففاز فيه الأهلي على الزهور، نصر للتأمين، والجزيرة. تعد هذه البطولة هي ثانية لفريق الناشئات تحت 18 سنة بعد فوزهن من قبل ببطولة دوري المرتبط رفقة الفريق الأول. يتبقى لهن بطولة الجمهورية لينهين الموسم بالعلامة الكاملة. ضمت قائمة اللاعبات كل من حبيبة محمد، هالة علي، هاجر علي، سلمى موفق، رضوى علاء، ياسمين علاء، ندى الغايش، هنا المغربل، ملك عماد، مريم وائل، ملك هشام، منة النمر، آية الفئي، مريم سطوحي، جنى عبد الهادي، نادين علاء، روني أحمد، جنى الألفي، منى عادل، وجنى وائل.
فيما يضم الجهاز الفني كلا من محمود يونس مدرب، مشير الرشيدي إدارية، آية سمير أخصائية علاج طبيعي، ياسر عبد الوهاب مخطط أحمال. يمتلك الأهلي العديد من اللاعبات المميزات اللائي يتم الاعتماد عليهن في المنتخب في كافة البطولات سواء العربية أو الإفريقية أو بطولات العالم. زي ما شفنا نجمتنا والفوز وبطولة منطقة القارة تحت 18 سنة، كابتن يونس قول لنا استعدينا ازاي؟ خلصنا مرتبط ما شاء الله ودخلنا على بطولة منطقة القاهرة، استعدينا ازاي لبطولة منطقة القاهرة؟ والله كنتش احنا خلصنا المرتبط، كان في فترة توقف تعتبر شهر تقريبا. الشهر ده كان في اسبوعين كده هم كانوا فاصلين خالص عشان الامتحانات، كنا بننزل على فترات بس عددنا قليل. يعني البنات كانت بتيجي مثلا عكس ليلة امتحانها، يعني بصراحة تعبوا قوي الفترة دي، انه كان كل واحد يوم تيجي عكس ليلة الامتحان مثلا. الاسبوعين اللي وراهم على طول بدانا شغل صبح وليل، بدانا شغل بدني كويس مع المدرب البدني بتاعنا كابتن ياسر. حاولنا ان احنا نوصل للليفل اللي كنا وصلنا له في فاينل المرتبط الحمد لله. يمكن في الاول كان الستارت مش قوي يعني في بدايه ماتش الظهور في الفاينلز، بس الحمد لله البنات لا بدات من تاني يوم تفوق على طول في ماتش التامين. يمكن ماتش التامين كان سكور كبير قوي، عملوا اداء في البطوله كلها. ماتش الجزيرة كان نفس الكلام، يمكن كان الاستعداد النفسي كمان لماتش الجزيرة أصعب شوية، لأن هو إحنا لعبناهم مرتين فاينل مرتبط والمرتين كنا كسبانين، فإن أنت تخلي البنات ينسوا حتة فاينل المرتبط ويركزوا إن ده ماتش، والماتش ممكن أنت عارف حضرتك ماتش بطولة وارد يحصل فيه أي حاجة وماتش طبعا. بطولة، فإن هم يفصلوا تماما بين البطولتين. بس الحمد لله ما كانوا قد المسؤولية في الموضوع ده جدا يعني بصراحة. من قد المسؤوليه، الموضوع شكله صعب جدا. قولي لي ايه المباريات المهمه او المباريات الصعبه اللي انتوا لعبتوها داخل منطقه القاهره؟ كان اصعب حاجه ممكن نادي الجزيره، بس احنا ما كانش بيفرق معانا، يعني كان كل ماتش لازم نعمل له حساب، حتى لو فرقه احنا ما لناش دعوه، احنا بنلعب لعبنا مش لعب الفرقه اللي قدامنا. اول كوارتر كان 7-10، وبعد كده السكور في ماتش الجزيره انا حافظ خلي بالك كويس جدا. اول كوارتر كان 7-10 وبدا الفرق يتسع، لو وصلتوا 30 بونت الموضوع اختلف تماما. طبعا ايه اللي خلى الفرق يوسع كده؟ خدنا ثقه طبعا، يعني في الاول ما بنبقاش لسه واخدين على اللعب، بنبقى مقلقين شويه، بناخد على الملعب لسه مش متمرنين عليها كويس، فكل ده بيفرق طبعا. اكيد ده بيفرق اكيد. هاجر قولي لي احنا دخلنا كره السله ليه؟ اشمعنى كره السله بنات وعايزه وتحققي؟ الموضوع شكله ازاي عندك؟ هو انا اصلا يعني اختي فرح هي بتلعب باسكت برضو، هي اللي كانت معلماني. بس هي بتلعب في الزمالك، بقى هي اللي علمتني باسكت وخليت فين؟ في الزمالك. تمام مفيش مشكله. خلتني بقى احب اللعبه وبجد انا حبيتها قوي، يعني حاسه ان انا هبقى فيها حاجه كويسه. لو اتقابلتوا مع بعض في ملعب واحد ايه اللي بيحصل؟ لا هو مفيش في اللعب اخوات. لا مفيش. كل واحد يلعب لعبه. كل واحد بيلعب لعبه. كابتن يونس لو اتكلمنا عن البنات وتجمعتهم والحوارات اللي بتحصل، اكيد في عندك عارف انت اللي هم بيعملوا شويه دوشه جوه الفرقه. خلينا نخرج شويه بالكواليس اللي هي البطوله، خلينا نتكلم على بره. مين اللي عندك البنات اللي هي ايه مهيصه شويه مع الفرقه؟ شقية يعني؟ شقية بس. جنى عبد الهادي. جنى عبد الهادي؟ جنى عبد الهادي ومريم سطوحي. مريم سطوحي. دول اشقى ناس يعني. بترجعهم في دمك بصراحة. قول لي بترجعهم ازاي جوه ارض الملعب؟ لا بصراحة هم فيهم ميزة بأمانة، البنات كلها يعني بره الملعب حاجة وجوه الملعب بيفصلوا تمام. يعني هم بيحاولوا ان هم بره الملعب في روح فكاهة في كل الكلام ده، لا في الملعب في التمرين حتى اوقات بيحصل، مش هنكر لحضرتك ان بيبقى فيه برضو دعابة كده والكلام ده، بس لا البنات نفسها لا يعني في الماتشات قصة مختلفة تماما خالص بصراحة. يعني طول السيزون في الماتش رجالة بمعنى كلمة رجالة. برجعهم ازاي دي بقى؟ يعني بالكلام، يعني بالكلام معاهم، بالكلام معاهم كتير. بتقعد تتكلم معاهم في عادات فرديه مثلا او كده؟ بتكلم كتير، لازم تتكلم كتير قوي. بتكلم كتير قوي. كلام بعد الماتش، كلام بعد الماتش. قولي لي، لا قولي لي، لا قولي لي. يعني مش اقل من 3 اجتماعات في اليوم، اجتماع بعد الماتش، اجتماع بعد الماتش، اجتماع في نص الماتش، نص الماتش، اجتماع اول يوم على الفطار كده. قولي لي يا اجر، اكيد وانتوا بتلعبوا جوه ارض الملعب بيحصل مواقف جوه ارض الملعب، مواقف بتحصل، مواقف صعبه، لايه بتغلط كلام جوه يعني ارض الملعب؟ اكيد اكيد بيحصل، يعني كلنا بنبقى مشدودين، بس احنا فريق واحد، ولو حد مننا وقع بناخد بايد بعض، واحنا يعني كلنا مركزين ان احنا لازم نكسب ونلعب لعبنا وما نخافش، بس كل واحد يعني عندها ثقه في نفسها اهم حاجه. منا اكيد عندنا مشكله زي ما كابتن يونس قال، الدراسه
مع اللعب. مشكله كبيره في كل حاجات الرياضيه. بتوفقي ازاي؟ بتلعبيها ازاي زي ما بيقولوا؟ طبعا بيجي على حساب الدروس، يعني مش بقدر اجي في كل مواعيدي، طبعا النوم مش بقدر انام كفايه بس يعني بحاول اجي عليه شويه. الخروج طبعا اكيد الباسكت اهم، لا بس بيبقى اقل شويه، بس طبعا انا ببقى مبسوطه كده ان دي حياتي وانا مبسوطه ان انا بعمل كده. بس هاجر انا برضه يعني هو اكيد يعني الباسكت بيجي على حاجات كتير قوي، ومنها يعني الدراسه وبسيب دروس عشان اجي التمرين. بس يعني بحب اللعبه يعني بصراحه. باسكت ولا تعليم؟ لا باسكت طبعا. تعليم تمام. تعليم ليه شويه من البيت. لما يكون الكلام ده متواجد جوه رجبتنا اكيد ليهم مستقبل مختلف في المرحله اللي جايه داخل النادي الاهلي. يعني عارف انت اليومين دول بالذات في الولاد والبنات عندهم هي الرياضه هي الاساس مش التعليم. شايف الموضوع ده ازاي يا كابتن؟ لا طبعا انا مختلف معاهم شويه. طبعا التعليم مهم جدا وكل حاجه، وسهل ان انت توفق بين الاثنين. هو ممكن بتيجي على حياتك الشخصيه شويه، يعني بتيجي على خروجك، بتيجي على انك تقابل صحابك، بتيجي على الكلام ده. ولكن سهل ان انت تعرف توفق بين الاثنين دول. خلي بالك برضو السن ده سن صغير، اكيد محتاج يخرج يعني كتير، محتاج يخرج. يتفسح كتير. لا واحده تقول لها سيبك اللعبه فاكس اللعبه، صح كده ولا ايه؟ بس هو مثلا في حاجات في اجازه السنه لا باظت بصراحه بالنسبه لهم، يعني السفر ناس كانت عايزه تسافر، ناس كانت عايزه تتفسح، اللي يروح دهب اللي يروح شرم، طبعا باظ الكلام ده كله بسبب الماتشات. يعني باظ خالص. باظ خالص. لما باظ كسبتي بطوله ثانيه اكيد دي عودتك عندي. طبعا بنسى كل حاجه، اكني خرجت، اكني كنتش بعمل اي حاجه ولا اكني كنت بتمرن خالص. الفرحه بتنسي كل حاجه. اهم حاجه الفرحه حجر في الحياه. اكيد فرحه المكسب دي اهم فرحه. احكي لي فرحة، احكي لي بقى فرحة المرتبط وهي البطولة الأقوى بالنسبة لكم. هي كان إيه؟ كان إيه بطولة المرتبط أصلا هي صعبة، يعني بالنسبة لي هي صعبة. بس إحنا يعني كنا بنتمرن كويس جدا ليها، وكان عندنا استعداد إن إحنا ندخل لازم ناخدها يعني. بس كنا مركزين إن إحنا ندخل نلعب باسم النادي وأسامينا وبثقة وكده ونكسب، والحمد لله كسبنا. كان طبعا في ماتشات صعبة جدا. بس الحمد لله كسبنا يعني، وعشان كنا نازلين مركزين في الماتشات مش في اي حاجه تاني. ما شاء الله عليكم. منا قولي لي اصعب ماتش في مباراه المرتبط او في دوري المرتبط. ممكن الصيد، يعني هي تقريبا اقوى فرقه بتنافسنا، بعديها سموحه على طول. عملتوا ايه في ماتش الصيد؟ ماتش الصيد الحمد لله كسبنا، يعني كان في رخامه شويه بالذات في ملعبهم. حلو قوي الرخامه دي. أوه. في شد شويه بينكم وبينهم يعني، يعني مش رخامه في الملعب. مش قصدي اكيد. ولا يهمك خالص تحت. بس الحلقه بتاعتهم مش واخدين عليها، الملعب بيزحلق شويه. كان هم طبعا واخدين ثقه اكتر، عايزين يعوضوا. بس الحمد لله طبعا اتعدينا كل ده وكسبنا فرق سكور تقريبا كمان اكتر من 10 بوينت. صح؟ اكتر من 10 بوينت. كسبنا اكتر من 10 بوينت. الروح الفانيلا الحمراء اهم روح بنلعب بيها في النادي الاهلي كله. اكيد. وروح مختلفه. طبعا. اتعلمتيها ازاي؟ ولا اخذتيها من الكبار؟ ولا مين قال لك عليها؟ ايه الوضع؟ يعني هو احنا اصلا يعني النادي الاهلي ما بيخسرش، معروف يعني. بس فهو لازم ننزل نلعب يعني باسم النادي، ولازم نلعب كويس عشان الناس تفرح. بس كده؟ لا ما نكمل شويه كمان. اكيد الضغط العصبي اللي واقع عليهم بين الخروج والمدرسه واللعب اكيد ده ضغط عصبي كبير، واكيد في ضغط عصبي داخل المباريات. بنخرجهم ازاي من داخل المباراه بالذات؟ لان دي بتكون حاجه مهمه جدا، وهي اقوى حاجه بالنسبه للعيبه الضغط العصبي اللي عليه عشان يلعب في اجواء مناسبه. بص هقول لحضرتك، احنا برضو انا مش هنكر ان اوقات بيبقى علينا احنا كمان ضغط عصبي كمدربين. ده ربنا يكون في عونك. انا عارف في الماتشات دي بالذات، وبالذات في دوري المرتبط. انا عارف. بس احنا بنحاول نخرجهم منه زي ما قلت لحضرتك، بنتكلم معاهم اكتر، بنوصل لهم فعلا اللي هي بتقوله لك دلوقتي منا مثلا، ان فرحه البطوله. انت كل ده بتتعب عشان خاطر في الاخر اللحظه اللي هتفرح فيها ببطوله انت بتنسى كل ده. كل ده بيتنسى خالص. في ماتشات كانت صعبه في دوري المرتبط جدا بصراحه. يعني ايه الاصعب من وجهه نظرك؟ الاصعب من وجهه نظري ماتش الصيد الثاني اللي كان في الصيد. ده بالنسبه لي كان اصعب ماتش كمدرب وكلعيبه بصراحه. لظروف كتير. اولا انت كنت كسبان الصيد في ملعبك اللي هو المنافس الاول ليك في الجمهوريه بسكور كبير، يعني كان السكور ما شاء الله كتير. فكان ان انت تنزل بقى، مش هو طبعا طبيعي بنازل حضرتك فاهم متحفز ازاي للجيم، متحفز ازاي للمكسب، فانك تنزل انت تكسب الفرقه دي في ملعبها، واول كورتين كمان كنا خسرانين والسكور كان 9 بونت تقريبا. فلا الماتش ده كان اصعب ماتش، يعني اصعب ماتش هو وماتش سموحه في السيمي فاينل. دول اصعب ماتشين عندك. الماتش سموحه كمان كان يوصل فاينل، ويمكن عشان انا برضو سموحاوي يعني كنت في سموحه يعني. اكيد الماتش بيكون مختلف اكيد. لكن بالزبط. ازاي بتخرج نفسك انت شخصيا من الضغط اللي عليك في الماتشات انت رايح؟ المدير الفني يكسب يطلع فوق،
يخسر وحش يقول لك اوحش واحد. هي كده على طول صح كده؟ بتخرج ازاي نفسك بصراحه؟ الحكايه دي مهنتنا واحنا قبلنا بيها كده، قبلنا بحلاوتها ومرارتها زي ما بيقولوا الاثنين مع بعض. احنا قبلنا بيها زي ما هي يعني. قبلت بيها زي ما هي بالظبط. قولي لي يا هاجر دلوقتي، اكيد احتراف لاي حد في الحياه، حلم احتراف عندك ولا لسه لما تخلص تعليم ولا هنجري على الاحتراف على طول؟ لا طبعا يعني نفسي العب بره مصر. بس يعني مش عارفه يعني، انا عايزه اروح طبعا والعب بس يعني. نجمتها كبيره نادين السلعة يعني. أيوة متعلقه يعني مثل الاعلى ما شاء الله. ماسك الاعلى هي مثلا نادين السلعة مثلا الاعلى كمان. ايه يا منى نفس الكلام؟ نوره نفس هاي تمام. يعني ليكي حلم عايزه تحققي الحلم ده؟ ان شاء الله. هتمشي وراه ولا بقول لك لو التعليم ضايقك او التعليم قفل معاكي؟ لا لا انا ليا هدف وهستمر فيه يعني لحد اخر. منا ايه؟ نعم. الحلم شغال معاكي؟ كان نفسي فكرت فيها فتره بس حسيت ان انا مش هقدر يعني، مش هقدر اسيب اهلي، مش هقدر اسيب صحابي. ها. حتى لو هيجي عليا شويه بس لا. وبعدين برضه بحب الاهلي بصراحه. بتحبي الاهلي اكتر من الاحتراف؟ على يعني غرار كلامك اللي انت بتقوليه اكيد الاسره ليها دور عندك طبعا جدا، وبالذات ان بابا لعيب باسكت وماما لعيبه باسكت وكل العيله عندكم باسكت. وليه بتتعاملوا ازاي داخل الاسره في كره السله؟ الموضوع بيساعدني جدا، مش تخيل كميه الراحه اللي بتبقى في البيت انك تلاقي حد فاهم يديك نصايح يعني. مش بيتعدوا على شغلك طبعا. لا انا كنت لسه هقول له حالا اصبري انا هسيبك. لا دي حاجه ثانيه. مش هسيبك انت كنت اسامه. طبعا بيدعموني نفسيا اكتر، اللي هو انا معاكي حتى لما يكون في حاجه غلط بيفهموني وجهه نظره حتى لو انا مش فاهماها. بابا كمان عشان مدرب فبيشوف وجهه نظر الكابتن انا مش بكون شايفاها، فطبعا بيفهمني كل ده. يعني بنقعد نتكلم يعني. تخيلي انت باسكت في النادي، ترجعي البيت باسكت، تنامي على الباسكت. احنا كتير برضه كده، هي دي حياتنا، هي دي العيله كده بالظبط. لو كابتن اسامه النمره قال لها حاجه عكس كابتن يونس هتعمل ايه؟ لا بصراحه ما حصلتش. بصراحه ما حصلتش يعني كملعب جوه الملعب او كماتشات وكده. لا ما حصلتش خالص بامانه والله. لما يجي يتكلم معاك يتعامل معاك ما حصلتش لاي حد خالص خالص خالص. اللائحه الفنيه عندك مقفوله؟ لا لا بس خالص. الجهاز الفني اللي معاك اكيد بيساعدك. كابتن علاء محمود اكيد طبعا نجمه كبيره واكيد طبعا بتساعد حضرتك، اكيد ليها دور مؤثر معاك. انا حابب اقول لحضرتك ان انا فعلا بشكر الجهاز الفني كله. كل الجهاز اللي معايا، كابتن علياء وكابتن مشيره والدكتوره ايه وكابتن ياسر. لازم اشكر الناس دي من هنا. بشكر كابتن علي جدا على الثقه اللي هو اداها لي بصراحه. كابتن علي هاشم على الثقه اللي هو اداها لي. هو اللي جابني النادي الاهلي اول سنه، يمكن نادي اهلي اول سنه اهلي تمام. فبشكره جدا على الثقه دي وعلى وقفته مع الفرقه طول الفتره اللي فاتت وطول دوري المرتبط كانوا جنب الفرقه هو والجهاز بصراحه. كابتن جاد، كابتن احمد ابراهيم، الناس ما قصرتش معاهم في اي حاجه. فانا لازم بصراحه كنت اشكرهم من مكاني هنا مع حضرتك يعني. هاجر رايحين للمرحله اللي جايه. المرحله اللي جايه هي بطوله الجمهوريه، وما شاء الله عليكم بطولتين في دولاب بطولات كره السله. هنكمل في المرحله اللي جايه داخلين على بطوله الجمهوريه، شايفاها ازاي؟ هي بطولة الجمهورية أصعب بطولة، بس احنا إن شاء الله يعني داخل يعني من دلوقتي عايزين ناخد أول. احنا هنلعب فرق قوية جدا وكويسين، بس احنا إن شاء الله أحسن وهنتمرن كويس وهنشتغل الفترة الجاية إن احنا ناخد أول يعني، مفيش حل تاني. بس وإن شاء الله يعني هنشتغل على ده كويس. داخلين على البطولة وقتك هنشتغل كويس طبعا، وداخلين على امتحانات اخر السنه خلاص، الشهر الجاي الشهر اللي بعديه. ثانويه عامه بالظبط. ثانويه عامه لو مجناش مجموعه هنبقى في مشاكل في البيت. لا ان شاء الله خير. هنضغط ازاي؟ هنشتغل ازاي؟ طبعا التمرين ده اساسي يعني، التمرين مش بنيجي عليه كل يوم ان شاء الله. تمرين سيبك انت، عاجبني جدا التمرين اساسي. انا عاجبني الموضوع لازم الدروس بقى، مره اروح الصبح مره اروح بالليل. طبعا هم بصراحه بيستحملونا يعني، لما بيعرفوا ان في حد رياضي بيستحملوا الموضوع ده. فبس يعني ان شاء الله اضغط على نفسي شويه. بس التعامل مع اولياء الامور مختلف من ناحيه التعامل معاهم. اكيد دروس واكيد في مشاكل واكيد في حد عايز يلعب، حد بيكلمه في القصه. التعامل تقول ايه يا اولياء الامور بصراحه شديده وهم شايفين نجمتنا الكبار قاعدين قدامنا النهارده؟ والله اقول لهم ان مفيش مدرب بيبقى عايز يخسر يعني. كل مدرب طبيعي انه عايز يكسب. كلمه هايله بصراحه، عجباني يعني. هو كل مدرب عايز يكسب، فهو اللي بالنسبه له الاحسن هو اللي هيلعب، او اللي هيكسبه هو اللي هيلعب. مفيش حد وبالذات في النادي الاهلي هيبقى عايز يخسر، لان هو اساسا محطوط تحت ضغط يعني. محطوط ان هو دايما انت رقم واحد، وما ينفعش تكون غير الرقم ده يعني، ما ينفعش تكون حاجه تانية غير رقم واحد. فانا بقول لهم اطمنوا والله يعني، كل مدرب موجود عايز مصلحه فرقته وعايز مصلحه البنات اكيد بما لا يضر مصلحته.
اكيد مصلحته الشخصيه اهم حاجه في الموضوع. بالظبط. هاجر، عايزك تقولي كلمه اخيره لاسرتك الكريمه، وانت قاعده كده قدامنا النهارده ومنورانا وكسبانه وكاس وميداليات والدنيا حلوه قوي، مرتبط ومنطقه قرار، تقولي لهم ايه؟ لا بصي الكاميرا، ما تبصيش انا مالي، بصي الكاميرا قدام. ايوه كده. طبعا هم تعبوا معايا جدا وبشكرهم، وبجد مروحهم جاي وتعبوا، وتمرينات صبح وتمرينات بالليل وكده يعني، وبجد هم تعبوا معايا يعني، فبشكرهم وهم اللي وصلوني اللي انا فيه ده. تقولي ايه كابتن محمود يونس دلوقتي وانت قاعده على الهوا كده حالا؟ طبعا حالاً. بشكره بشكره طبعا، هو مدرب هايل بس يبطل عصبيه شويه بس هو كويس جدا مش يعني. هنخلص وانا بحبه. ايه العصبيه بتحبيه؟ ايه بقى العصبيه؟ كويس قوي، مش هنختم، انا هكمل معاك. ايه العصبيه قولي لي؟ هو يعني ساعات بصراحه بيبقى عصبي قوي قوي يعني، تحسه بجد هيجري ورانا يعني في الملعب. منا نفس الكلام، متفقه، بيجري وراكم. بس اكيد منا لو كابتن محمود بيعمل ده اكيد بمطلق حرصه على طبعا جدا. لا وبيبان واحنا بنفهم كده يعني، احيانا بنبقى متضايق بصراحه شويه بس بنبقى فاهمين ان هو ده عشان عارفين مصلحتنا، ده مصلحتنا يعني. أكيد. طبعا طبعا. تقولي بقى الكابتن اسامة نمر وماما كده على الهواء، قال لهم انت حياتي كلها يعني، انا من غيركم والله ما اقدرش اعمل اي حاجه، هم كل سبورت في حياتي. هم. طبعا كابتن يونس بعديهم. كابتن يونس ايه بقى ربنا يخليك يا رب، بلاش تيجي ورانا، مش عارفه تتكلمي على الهواء. اكيد انا فرحان ان هم معايا النهارده ومبسوط بيهم، واكيد هم نجمات كبار، وفي المرحله اللي جايه هيكون ليهم شأن كبير في كره السله. خلينا نخرج لفاصل عشان نكمل نجومنا ونجماتنا، نستقبل نجماتنا في كره السله تحت 18 سنه. اهلا بيكم في اخر فقره النهارده، معانا في العاب الصالات ونجمتنا وابطال الذهب والفوز ببطوله منطقه القاهره لكره السله تحت 18 سنه. خلينا نرحب بكابتن يونس، اكيد بنجدد الترحاب بيه مره اخرى كابتن يونس، اكيد بنرحب بيك، واكيد هنرحب بنجمتنا ابطال الذهب كابتن ياسمين علاء. كابتن ياسمين الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، بطوله جامده جدا. طبعا انا عايزك تتكلمي، خلي بالك احنا لسه قدامنا شويه على الهوا، احنا مع بعض لسه هنقعد نتكلم. وخلينا نرحب بنجمتنا كابتن هاله علي. كابتن هاله منورانا ومشرفانا، ربنا يخليك، الف يوم مبروك. الله يبارك حضرتك. اخبار بقى البطوله ايه؟ احكي لي كده، هاخدك بصي سؤال سهل جدا، اخبار البطوله ايه؟ كبطوله كانت كويسه الحمد لله. كانت صعبه بطوله المنطقه، كانت صعبه. أيوة. بس الحمد لله كسبناها. وبطوله المنطقه الحمد لله برضه كسبناها. طيب كابتن ياسمين، اصعب مباراه داخل هذه البطوله منطقه ولا مرتبطه؟ منطقه. منطقه كانت جزيره. الجزيره برضو الفرق كان 30 بوينت يعني كتير قوي. بس يعني احسن مستوى فرق كانت هي الجزيره يعني، طبعا مش بنقلل من فرق تانية بس يعني بالنسبه لنا كانت الجزيره هي الاصعب. قولي لي يعني ايه ساسه؟ مش عارفه يعني، وانا صغيره كانت يعني عيله على مدربين لحد ما الاسم طلع اساسا. يعني طلع من العيله ولا طلع من المدربين؟ نص نص يعني، عشان انا صغيره في النادي على طول، عشان اخواتي كانوا بيتمرنوا كده، فبقى الكباتن كتير يعرفوني فكانوا بينادوا كل اسم لحد بقى ما طلعت. لعبتي كره السله عشان اخواتك؟ يعني عشان حبيتها بسببهم. بسبب مين؟ رنا اختي، وكانت برده هاله اختي بتلعب، ودينا اختي الكبيره كانت بتلعب. هاله سلويه. هاله سلويه. عندك عائلات سله انت؟ كتير. الكلام ده مش بيتعبك في التدريب ولا شويه؟ يعني كله بيتكلم في كله بيبقى بيتكلم في الباسكت وفاهم فيها لا عندي كتير يعني، عندي ساسه، وعندي هاله وهاجر ومنه، عندي سلمى موفق برضه نفس الكلام، والدها كان لعيب سله. فلا الموضوع محمود اكلمك بصراحه، الكلام ده يسبب لك عائق في التدريب ولا عادي جدا الكلام بتسمعه ومتعديه؟ لا بصراحه في الاهلي لا، في الاهلي لا، في الاهلي الموضوع مختلف يعني، بتعدي. بيعدي الامور سهله جدا. وبعدين بصراحه الجهاز اللي وراك كمان سبورت، والناس سبورت ليك، والاداره يعني ما فيش حد بيتكلم في حاجه خالص، الناس كلها انت شغال شغلك، ما حدش بيتدخل في شغلك خالص. ما حدش له علاقه. ده مهم جدا الكلام ده في طبعًا. الرياضه بيفرق كتير يعني، بيختلف عن الانديه تانية كتير اجتماعيه مثلا، انا جربت. لا الموضوع مختلف، الموضوع مختلف. تشتغل على الرياضه وتشتغل على انت شغال في الملعب بس، ما بتبقاش شغال دماغك باي حاجه تانية بره بقى. يعني الاداره يعني منع اي حاجه، منع اي كلام. او الاحساس واصل للناس كمان من قبل ما حد يقول انت في نادي. ليه رولز، ليه مبادئ، ما بتتغيرش، فمش مسموح بكلام من او ولي امر، مش مسموح بتدخل في اي حاجه في الباسكت، انت شغال باسكت بس.
ما تتكلمش مع حد في حاجه خالص. ده شيء مهم. ياسمين قولي لي، اكيد الدراسه عائق اللي انت تتمرني ولا هي مش عائق؟ لا هي بالنسبه لي مش هو، كان متعوده يعني من صغر. متعوده ازاي بقى؟ احكي لي بتعملي ايه. عادي يعني اي يوم اجازه مثلا فيش تمرين او كده فهنضطر نذاكر فيه او كده، بس اما غير كده عادي. ثانوي عامه السنه دي ولا السنه الجايه؟ لا السنه اللي جايه ان شاء الله. السنه اللي جايه عشان كده مش هقول معاكي حاجه خالص. قولي لي هاجر ايه بقى؟ هاله سوري معلش، انت برده عندنا اثنين، عندنا هاجر وهاله هم توام صح كده؟ اثنين شكل بعض، فانا بتلخبط في الاسماء دايما بيني وبينكم لما هم بيجوا لي بتلخبط. قولي لي هاله بتعملي ايه في الدراسه؟ يعني لو مثلا في تمرين ودرس بروح التمرين الصراحه. حلو قوي. يعني انا في البيت بيقولوا لك ايه؟ انت بتقولي رايحه التدريب كده خلاص مفيش ده مفيش. هم معايا في الموضوع ده عادي. مين اشطر انت ولا هاجر؟ احنا اثنين عادي. لا 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 كابتن محمود قولي مين اشطر فيهم في الدراسه، تعرف ولا لا؟ في الدراسه لا مش عارف قوي، بس انا اعتقد هاله يعني اكتر. صح بتجامل هي قاعده معانا بتجامل في الهواء. اعتقد هاله اكتر شويه. قولي لي مين بسك الاعلى في كره السله؟ نادين سلعي. نادين سلعي وسرايا. وسرايا ساس عندي سرايا دينا عمر هاله مصطفى منار رنا اختي. لا رنا اختي اساسي هتيها في الاول اسمعك عشان تبقى واحد ما ينفعش. ونادين سلعي. طب قولي لي شايفين بطوله الجمهوريه في المرحله الجايه ازاي؟ هي بطوله صعبه واصعب من البطولتين اللي عدوا دول، بس ان شاء الله احنا هنشتغل يعني جامد وهناخدها ان شاء الله. واحنا احسن من الفرقه الثانيه يعني الحمد لله. ما شاء الله على الثقه عجباني. قولي لي ياسمين لما بتكسبي بطولات المتطلبات اللي جايه بتكون اكتر كتير، الناس بتحملكوا اكتر، لازم تكسبوا اللي جاي، الموضوع صعب في اللي جاي ولا بالنسبه لكم الموضوع سهل؟ هو احنا بناخد بحماس البطوله يعني احنا يعني لما بناخد بطوله بدينا حماس ان احنا لا احنا عايزين ناخدها يعني. فالناس مش بتبقى مدينا ضغط قوي يعني احنا عادي بنضغط وكل حاجه، بس نبقى حاسين انه عادي يعني احنا البطوله معانا ان شاء الله. البطوله معاكم ان شاء الله باذن الله، نتمنى لك التوفيق في اللي جاي. لكن اكيد في تعاون بينك وبين الكابتن علي هاشم، في نجمات عندنا اكيد بيتمرنوا في الدرجه الاولى عشان يبتدي يتعودوا على اجواء الدرجه الاولى. قول لي التعاون شكله ازاي مع كابتن علي هاشم؟ والله هو لو حضرتك بتتكلم عن موضوع البنات اللي في الاولى، هو من اول السنه بصراحه كابتن علي بيطلع بنات تطلع تتمرن في الاولى كتير. يعني حتى هاله وساسه طلعوا فتره يتمرنوا. يمكن دلوقتي هو استقر على اربعه بيتمرنوا معاه نظرا لاحتياجاته جوه الفرقه يعني. والاربعه دول معاه ثابتين بقالهم فتره. نزلوا لعبوا معانا طبعا البطوله وكل حاجه، بيلعبوا معاك ويرجعوا يتمرنوا تاني. يعني يمكن برده من ضمن اسباب ان هم ما يجوش النهارده ان هم عندهم تمرين مهم طبعا حضرتك عارف. طبعا عشان ماتش الجزيره عندهم ماتش مهم جدا، نتمنى يا رب ان شاء الله المكسب كده يوم الجمعه باذن الله. فلا الموضوع بيفرق كتير، واللعيب اللي بيطلع يتمرن درجه اولى طبعا الموضوع بيفرق معايا كتير جدا يعني. بيفرق معاك فنيا داخل ارض الملعب طبعا، بيتمرن مع لعيبه اعلى، بيتمرن تدريب اعلى مع مدير فني كفء طبعا كابتن علي، في نفس الوقت هو مع لعيبه كمان بياخد منهم خبرات اكتر بصراحه، لعيبه اعلى كتير يعني. اكيد ياسمين لما طلعت الدرجه الاولى شفتي خبرات مختلفه، شفتي نجمات تتمني تلعبي معاهم، فلعبتي معاهم، اكتسبنا ايه بالدرجه الاولى؟ روح وقوه اكيد. اتعاملوا معاك ازاي؟ لا طبعا بيتعاملوا معانا كويس قوي، هم اصلا كويسين قوي يعني. يعني انت صغيره ولا انت زيهم؟ لا لا عادي زيهم في الملعب. لا عادي زيهم في الملعب. ضيعتي بوينت يتكلموا، ضيعتيش بوينت وهكذا؟ لا عادي بيحمسوني يلا معلش في اللي جاي وكده عادي، لما اعمل حاجه كويسه يشجعوني وكده. هاله قولي لما طلعت درجه اولى ايه اللي حصل؟ كان الموضوع بالنسبه لي يعني كويس عشان كنت بستفاد منهم، عشان في لعيبه يعني طبعا كبيره وكنت بستفاد منهم يعني. والتمرينات كمان هناك يعني غير التمرينات يعني. بس فكنت بستفاد منهم كتير. كنت مبسوطه جدا. طب خلينا شويه بره بره الباسكت. كابتن يونس بيتنرفز جامد قوي. قولي لي كده. قولي لي بتجري منه بقى لما يتنرفز بتجري وتقولي اقعد ساكتين اقعد ساكتين ولا بتعملي ايه؟ ما بخافش بس يعني هو طيب والله بيتنافس هو طيب. لا بس هي بتكذب في دي هي ما بتكذبش. قول لي قول لي قول لي هو بقى. طيب وكل حاجه والكلام ده. لا لا بتكلم على هاله انت بتقول بتجري منهم. لا هي انا ما بتجريش خالص واقفه. لا هاله فيها يا بص ممكن تقعد انت تزعق من هنا لبكره وهي تلج واقفه بالظبط كده تلاجه عادي جدا يعني انا اعمل ايه يعني ولا حاجه عادي. هي لا هاله ما طب ياسمين ايه؟ لا انا بفضل واقفه ساكته بص في الارض، فهو لما بيحسسني ان انا خلاص مش هعمل حاجه فبيروح ساكت ما بي. طب قولي لي بتكش شويه بتكش شويه ايوه بص في الارض خلاص. طب قولي لي قولي لي صراحه شديده لما الموقف بيكون سخن جدا مع كابتن يونس بتعملوا ايه؟ بتقعدوا ساكتين بقى والدنيا بتاع؟ بنسكت يعني بنفضل بس اكيد كابتن يونس لما بيضغط اكيد محتاج يعني بس عادي بنستحمله اكيد، اصل احنا بنبقى برضه عاملين حاجه تنرفزه قوي يعني بنوصله لدرجه ان احنا يعني خلاص يعني ليه حق ان هو يتنرفز. انا ساعات يا جماعه هو ليه حق ان هو يتنرفز معلش احنا كنا يعني صعبين مع بعض كده يعني
هتستمر في هذا الاداء معاهم ولا ايه؟ النرفزه ولا الباسكت؟ لا 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 انا هقول لحضرتك على حاجه. يمكن في الاول عجبني روح، خلي بالك انا بتكلم بصراحه شديد يا جماعه، انا عجبني روح مدرب مع لعيبته. لعيبته عارفين ان هو بيتنرفز وعارفين ان هو بيشد عليهم جامد، لكن هم فاهمين ان الشد ده عشان يخليهم نجمات في المستقبل القريب داخل النادي الاهلي وداخل منتخب مصر. دي حقيقه والله، هو بيبقى كله لمصلحتهم هم ولمصلحه الفرقه في الاخر. يمكن انا دلوقتي هقول لحضرتك بصراحه شديده، انا من بعد بطوله المرتبط يمكن الموضوع بقى اهدى كمان شويه. الضغط اكتر كان عليا في المرتبط طبعا، لان انا متحمل مسؤوليتي ونتائجي مرتبطه بالدرجه الاولى، فانا مش عايز ان انا سوري يعني اقصر رقبه الكابتن علي، ومش عايز ان انت تخسر اي ماتش. يعني حتى يمكن دروب، انا مش هنكر احنا خسرنا مباراه سموحه. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا قعدنا بعديها فتره كبيره قوي، وده سبب مكسبنا للجزيره سكور. ان احنا قعدنا فتره كلنا بنحمل نفسنا غلطاتنا، يعني انا اولهم. انا غلطت في ايه وهم غلطوا في ايه، كل واحد فينا كان بيركز في الكلام. فيمكن الضغط قل شويه في بطوله المنطقه، مش هنكر ممكن هيزيد اكتر في بطوله الجمهوريه، لان ضغط عالي عليه. ست فرق هيبقوا كلهم بيخبطوا في بعض بصراحه، كلهم تقال، كل محترم. السيد فرقه تقيله، سموحه فرقه تقيله، الزمالك فرقه تقيله، في سبورتنج، في جزيره، في هليوبلس، في اسامي كتير. السته دول في الاخر الخمس ماتشات ورا بعض دول انت عايز تبقى اول. فمش هيفرق معاك مين الاسم، المفروض انت مركز انك تكسب الماتش ده. اكيد ياسمين تعاملك مع رنا في الباسكت اكيد بتاخدي منها كلام، بتقولك اعملي ايه داخل البيت، داخل البيت ولا داخل الملعب؟ لا يعني في الملعب، يعني مثلا اتفرجت على ماتش ليا، فمثلا ما بين الكوارترين او كده تروحي لي انت فوت تعملي كذا كذا. بس اما احنا في البيت لا، مش بنتكلم في الباسكت خالص، بنبقى قاعدين عادي. انت وهاجر بتعملوا ايه في البيت في الباسكت؟ احكي لي كده. لا احنا الصراحه قبل اي ماتش جامد بنقعد نحمس بعض جامد قوي، وبتقعد تكلمني كتير وانا برضو بكلمها، ولما مثلا بنعمل حاجه حلوه في الملعب بنقعد نشجع بعض. ده الفرقه كلها عامه يعني، مش انا وهي بس. بس يعني وفي البيت وجوه الملعب بنتكلم في الباسكت اصلا. ياسمين اكيد وانت قاعده كده النهارده على الهوا نجمه كبيره، وان شاء الله في المستقبل القريب هتكوني نجمه من نجمات النادي الاهلي. تقولي للاسره الكريمه طبعا بشكرهم، معاكي اكيد حاجات كتيره يعني، بشكرهم اكيد على تعبهم. لا عايزك تبصي للكاميرا، ما تبصيش لكابتن محمود كمان، بصي للكاميرا. بشكرهم اكيد على التعب بتاعهم وكده، ان هم على طول معانا ما بيسيبوناش، وبحبهم جدا بس. بتحبيهم جدا هلا. طبعا برضو بشكرهم جدا، وبشكر الجهاز كله والفرقه يعني، بشكر كل الناس. لا لا خليكي دلوقتي تكلمي، ماما ولا بابا اللي بيتعبوا اكتر؟ مين اللي بيتعب؟ الاثنين والله. لا مين اللي بيتعب؟ بابا فلوس، ماما اكيد صح، شفت انا عارف اكيد. ها قولي لي. الاثنين برضو خايفه صح؟ لا عشان عايزه تخش البيت النهارده. طب قولي لي، قولي لي كابتن يونس كلام واضح جدا لكابتن يونس، تقولي له ايه؟ انا بحبه قوي. كابتن يونس العلاقه دي علاقه مكسب، لكن وكمان تفريق وحاجات كتيره جدا جدا جدا. المرحله اللي جايه مرحله صعبه جدا، شايفها ازاي؟ والله سؤالي عشان جه لي خبر عاجل حالا، القرعه بعيش هنخرج من كره السله هنروح لكره القدم، والقرعه تمت الان، والاهلي هيلاعب سان داونز في دور الثمانيه. ان شاء الله نتمنى للاهلي لكره القدم باذن الله. المرحله اللي جايه مرحله مهمه جدا، وان شاء الله يكون عند حسن ظن جماهيره ان شاء الله باذن الله من تقدم لتقدم لفريق كره القدم، ونرجع لكره السله مره ثانيه. الفتره اللي جايه لا هتبقى فتره صعبه، احنا قدامنا اعتقد بالكتير قوي شهر عشان تلعب، ده لو طولنا عشان تلعب الفاينلز. هو بطوله الجمهوريه ثلاث مراحل، تمهيدي وبعد كده قبل النهائي وبعد كده نهائي. النهائي بيبقى عباره عن ست فرق، والست فرق زي ما قلت لحضرتك اتوقع على الاقل في اربع فرق احنا ان شاء الله موجودين فيهم، الاهلي، الزمالك، الصيد، سموحه. الاربع فرق دول كل فرقه منهم مرشحه انها تاخد البطوله. عايز اسالك سؤال بصراحه، في كره السله، كره السله على المستوى الافريقي مش متواجده لكن بدات تخش شويه، لكن ليه مش متواجدين على الساحه الافريقيه في المركز الاول او الثاني؟ ايه اللي ينقصنا بصراحه شديده؟ والله لا مش حاجه تنقصنا، هو الموضوع فيزيكالي اكتر كمان يعني. الموضوع يمكن الهاله وساسه كانوا في منتخب مع كابتن علي هاشم، منتخب 16، المنتخب ده حقق مركز ثاني، اتاهل لكاس العالم، اتاهل لكاس العالم. فده حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا في الفتره دي، ده حاجه كويسه جدا. انا شايفها ممكن نبني في المرحله اللي جايه على الجيل، الاجيال اللي طالعه بقى، هي دي الفكره لحضرتك، ان هو 18 جيل كويس، ال 16 جيل كويس. الاجيال اللي طالعه دي لو فضلنا ماشيين بنفس الريتم اللي احنا ماشيين بيه ده كده، لا ان شاء الله قدام هيبقى لنا مستقبل كويس جدا. يا رب يكون ليكم مستقبل كويس جدا يا رب باذن الله كده، دايما في بطولات ودايما في انجازات. بنشكر كابتن ياسمين علاء، بنشكرك كنت معانا النهارده، وبنشكر كابتن هاله علي، صح كده؟ صح.
تمام. اسئله كانت سهله جدا عليك. واكيد في الاخر اكيد لازم نشكر كابتن محمود ويونس، بنقول له الف يوم مبروك كابتن محمود، والبطوله بطوله باذن الله. ربنا يخلي حضراتكم، الف شكر ليك وعلى استضافتكم وميرسي جدا. ربنا يكرمك باذن الله ويكرم فرق النادي الاهلي باذن الله، وبطوله لبطوله ومن نجاح الى نجاح ومن ميداليه الى ميداليه. نتمنى لكل فرق النادي الاهلي في المرحله اللي جايه، لان المرحله الجايه هي اهم مراحل نهايه السيزون، ونتمنى لهم باذن الله التوفيق في المرحله الجايه. انتظرونا دايما يوم الاثنين والاربع في العاب الصالات. شكرا والى اللقاء.